تالت دروس ميكس وماستر. لو انت بتشوف الدرس ده اول مرة اعرف ان في درسين قبل كده. لو عارف ان في درسين قبل كده وشفتهم فالمرة دي هتتعلم حاجات اكتر واكتر وهتفيدك جدا. النهاردة عشان في ناس كتير قوي طلبت مني ان انا انزل بروجكتات هندسة صوتية زي مثلا بتوع المهرجانات ما بينزلوا، الموضوع هيبقى فيه إفادة فعلا إن الناس تاخد الإفكتات، تبقى ممكن الإفكتات تبقى جاهزة ممكن تليق مع صوتها. فأنا قررت عشان سألت كتير في الموضوع ده عايزين تراك إيه، في كله قال راب جد، فأنا قررت إن أنا أشتغل لكم النهاردة في بروجكت راب جد. تعالوا نفتح البروجكت كده مع بعض. ده الألبوم بتاعي اللي انا نزلته 30 تراك، نقيت منه 15 تراك بس. راب جد اهو، راب جد. طبعا انا يعني بسجل حاجة اكتر من 4 5 مرات، يعني بيبقى ساعات بتلخبط ساعات بقعد اتدرب عليها. يعني انت لو تبص البروجكت بتاع راب جد اصلا، يعني هو ده البروجكت بتاع الالبوم كامل وده البروجكت بتاع راب جد. ادي 1 2 3